اشتغلوا لها. هلا طلع عندي كويل ايش هذا؟ دكتنس. اوكي ايش وحدة الاندكتنس؟ هنري. اذا مررت كارنت في هذا الاندكتر هون عندي اي حتكون عندي فلوكس. مضبوط؟ هلا خلينا نطلع على اليونتس، نطلع على اليونتس او خلينا نطلع على تعريف الاندكتنس، ايش التعريف الاساسي للاندكتنس؟ الاندكتنس لما بقول هذا له اندكتنس هالقد، كميه هالقد، كم بخزن؟ يعني قد ايه بخزن مادة؟ تمام تمام اوكي. كمية الفلكس اللي بعطيني اياها بير امبير، كل امبير بحطه، ففعليا الهنري هي عبارة عن ويبرز بير امبير. هلا ما تحفظ بس حفظ هاي تذكر، يعني كأني عمالي بقول لو مررت في هذا الاندكتر 1 امبير كم فلكس كم ويبر بتكون؟ اوكي؟ ويبرز بير امبير. ولذلك احنا اذا بدي اقيس الاندكتنس تبعت كويل ببرر في كرنت معين وبقيس كميه التوتال فلكس اللي بعطيني اياه وبقسم التوتال فلكس اللي اعطاني اياه على كميه الكرنت بيطلع معي ال. هلا بدي افرجيكم اياه انه انا بقدر اطلع فلكس هون فاي بقدر اطلعها من الكرنت اللي موجود اللي مار عندي هون. فلو كان هذا فصارت عندي هلا هذه هون الفلكس، لو جيت قسمت الفلكس على الكرنت رح يعطيني ال او الفلكس يساوي اي في ال. وهي مهمه للتحويل لانه راح اقيس من المحرك، ايش راح اقيس؟ راح اقيس الفلكس، بقدر اقيس الفلكس من المحرك؟ لا. ايش بقيس من الكرنت؟ ايش بقدر استنتج من الكرنت؟ فلكس. هاي بتسمح لي، هاي الطريقه راح تشوفوا هلا في الموديل هذا، بنضلنا نضرب بالاندكتنس او نقسم على الاندكتنس حتى احول من كرنت، وتذكروا هذا الكرنت هو اي اي بي سي. اي اي بس احنا مش رح نشتغل اي اي بي سي، رح نشتغل اي دي واي كيو. متذكرين ايش الاي دي والاي كيو؟ دايركت والاي. واذا نسيته دائما تذكر حالك بالدي والكيو، ارسم الرسمه هاي. رسمه الدي سي موتور، الدي سي موتور، الدي سي موتور جيد ليش؟ لانه بسيط والتحكم فيه سهل. ايش هذه سميناها؟ دي دي. وهاي شو سميناها؟ كيو. الدي هي اي فلوكس؟ دايركت فلوكس اللي بعطيني الماجنتايزيشن. يعني احنا حتى نهيئ الظروف لتولد تورك ايش لازم يكون عندي؟ اول شيء دايركت فلوكس، وبعدين حتى يبدا يتكون التورك ايش لازم يصير عندي؟ الكيو. من وين اجى الكيو؟ متذكرين؟ من هون. اذا هذا الماجنتايزيشن هذا بعطيني التورك، كيو بعطيني التورك، وهذا بعطيني المدرسه، واذا ضربتهم الاثنين كروس برودكت شو بعطوني؟ تورك. فهون هون بثبت هذا، بدنا نحاول هذا يكون كونستنت، هذا هدفنا انه يضل هذا كونستنت. وحتى اغير التورك شو بعمل؟ بغير الكيو من هون. طريقتي حتى احول من واحد للثاني، انا ما بقدر اقيس فلوكس بالمحرك، ما بقدر، لو عندي جهاز حاطه جهاز المحرك يقيس فلوكس ما بحتاج اي. بس احنا اللي عم نقيسه هو اي، بس اقيس اي بضربه في ال بعطيني فاكر. تحبوا تتاكدوا من هاي المعادله، نتاكد منها انها صحيحه دايمنشنالي. هل هنري فعلا بيساوي احنا عرفنا انه بيساوي من، بس ممكن في طريقه ثانيه نتاكد منها. كيف ممكن نتاكد منها؟ مثلا اذا حبيت انا حطيت هون كويشن مارك، شو يعني؟ بدي اتاكد انه هاي الجهه فعلا بتساوي هاي الجهه. في طريقتين سهلتين تتاكدوا منهم. اول شيء استعمل فاراديز لو. ايش بقول فاراديز لو؟ كل متذكر هاي؟ هاي حتى ايش في لها كمان؟ ميز ماينس لينزز لو. تمام، هذا لينزز لو وهذا دي فاي. فاراداي ايش قال؟ قال اذا انا خليت الماجنتيك فلكس يتغير اجينست تايم، دي فاي على دي تي بتكون عندي اللي هو مبدا جنريشن. اليوم احنا كل الكهرباء بتتولد عندنا اليوم عن طريق فاراديز لو. ايش الوحدات اللي عندي هون؟ فاي ايش وحدتها؟ ويبر. اذا ويبر على سكند بيساوي فولت، او فولت سكند شو بيساوي؟ اذا محل ويبر ايش بقدر احط؟ خلي هذه الهنري. ايش ممكن اعمل بالهنري؟ احنا بنعرف انه الاندكتر الفولتج اللي بتكون الاندكتر بيساوي ال دي اي على دي تي. مضبوط؟ ايش هذا بقول؟ بقول انه لو صار في ريت اوف تشينج اوف كرنت في الاندكتر مضبوط في ال بعطيني الفولتج عبر الاندكتر من هون. اذا عندي دي اي، اذا ال اللي هي هنري شو بتساوي؟ بتساوي فولت سكند على كرنت. مضبوط؟ اذا محل هنري ايش بقدر احط؟ خلي هنري هون.
فوق سكند اللي هنا نفس الوحده اللي موجوده هنا.